السلام عليكم. اليوم وصفتنا مرقة الباقلة. المكونات: باقلة فلستها من القشر وقسمتها بالنص، بصل ناعم وزيت ومعجون، وهنا عندي كرفس شوي وشبنت ما ناعم همين، وبهارات الماجي وفلفل وملح وبهارات وكركم ونوم وبصرة شوي قليل جدا قليل. هنا اللحم سالكته وضيف شايلة الزفرة وضفت ورق غار وهيل. أبدي هنا بعد ما سلق وجهز اللحم، أضيف اللحم على مود أبدي أحمس فيه شوي حتى يتغير لونه وينطي طعم أطيب أكثر. نضيف قليل زيت تقدرون تضيفون البصل الناعم عليه وتبقون اللحمة على القدر، يعني ما تغيرون مكانها وتخلون البصل جواها، لا هيك بهالطريقة نحمسهم سوية. هنا أضيف شوية ملح على مود يذبل البصل قليل، تقريبا نص الكمية، وأكمل أحمس بيها. هنا بعد ما ذبل شوي البصل اضيف الباقلة واقلبها وياها، هم اخليها تنحمس شوية تاخذ نكهة من اللحم ومن البصل، وهم من الزيت يتخلل لها شوية. طبعا انا احب اسوي هذه المرقة مثل القخني، تكون شوي ثقيلة. هنا اضفت النوم وبصرة والفلفل، وهنا عندنا بهارات وشوية بهارات قدر وكركم شوية هم قليل، وهنا عندي بودرة الماجي أو تقدرون تضيفون مكعب ماجي عادي مو مشكلة. بعد ما نحمسه شوية ضفت الكرفس والشبنت وحمست المعجون وياهم زين. بعد ما نحمسه وزين أخذوا النكهة ضفت شوية من سوب اللحم عندي زايد، وضفت هنا شوية مي. طبعا بعد ما فارت أقلل شوية عليها هنا النار وأضيف الملح، أجرب ملوحتها، إذا تحتاج أكثر أضيف، إذا ما تحتاج لا كافي. فهنا خليتها على نار قليلة لحد ما صارت شوية قوامها ثقيل، تصير كلش طيبة وتقدم. طبعا تقدم مع التمن أو الرز مع سلطة، وعدي هنا لبن. وألف عافية. لا تنسون بنات الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو إذا عجبكم.